إكسبريس الديوان. ربونجور شاكر، ربونجور الناس كل يسمعوا فينا. كالعادة عملنا دور على الجرائد التونسية والورقية والإلكترونية وشوف شنو فما في تونس من أخبار قاعدة تتداول. باش نبداو بالأخبار الأول. في جريدة المغرب قال لك اتحاد الشغل يدعو إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان. اتحاد الشغل يلوج على العباد فاضي نشغل باش ياخذ برلمان فاضي من النواب. في اخر خبر اونلاين، شو الخبر هذا؟ اسمع الخبر هذا شاكر وقول لي ايش رايك. ملك السعوديه يامر بصرف منحه ب 500,000 ريال لكل عائله فيها متوفي من الكورونا. 500,000 ريال اللي يجيب فلوس تونس 360 مليون تقريبا لكل عائله. ربي يستر في الراس تاعي. الحمد لله. بالعكس هما هو جاوبوا بهم الحمد لله ما عندناش منها في تونس. ولا تلقى مواطن عامل عركه يحب يدخل بالسيف في قسم كوفيد يسلم على اخوه، وتلقى متعدي بربي تعمل على اخوك مزيه اعطس لي في وجهي. هذه تلقاها تسكت تعطس في وجهي عايش خويا. ولا يفهمش الطب وطرد اعطس لي في وجهي عايش خويا. في الاخبار قال لك بعد زيارة الرئيس قيس سعيد دعوة إلى الإسراع برسم الحدود الترابية بين ولايتي قبيلي ومدنين. بعد سايكس بيكو تو جاتنا قيس بيكو. في الإخبارية بعد تصريحات حاتم بن سالم التيار والحامد يتجهون للقضاء. وتعرف ايش صار بعد ما حاتم بن سالم قال محمد الحامد وزير التربية السابق عامل شوفور يجيب له النف. عامل شوفير قال لك بالوزاره يمشي بالذمه يجيب له النفه. شو صليوا على النبي يا جماعه، صليوا على النبي. نحن رانا لهنا، رانا ندخلوا بالصلح، نحبوا ندخلوا بالصلح، ما تتعاركوش. لقينا معناها صيغه اتفاقيه صح يتفاهم بيناتهم. شوف سي محمد ما يشمش في النفه وما يشمش في الوزاره، نرتاحوا الناس الكل ما فهمش حتى مشكل. ما تخافوش. في الاخباريه اخر اخبار لليوم قال لي هذا مهم شوي. رئيس بلدية يتسبب في 10 غروز في رأس مواطن. رئيس بلدية جابوه يسكر الحفرة في الكيس حل الحفرة في رأس مواطن. شكرا كثير للدرس صاحبة تاع اليوم.